مشاهدي قناة النيل الأزرق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هي العناوين، وها هي إصدار جديدة من بعض الطبع لعدد من الموضوعات والعناوين والأحداث التي حملتها صحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم. أسعد كثيرا أن يكون برفقتي تحليلا على صحافة اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عاصم البلال. مساء الخير عليك. مساء الخير أخي مصعب ولمتابعي بعض الطبع. الله يخليك. نبدأ معكم مشاهدينا هذه الجولة من متابعات صحفية. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصل إلى تشاد. وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة التشادية الجمينة في زيارة رسمية، وأجرى الفريق أول ركن مباحثات مع رئيس الفترة الانتقالية بتشاد الفريق محمد إدريس دبي، تتعلق بأفاق التعاون المشترك وتمتين العلاقات الثنائية بين الخرطوم وإنجمينا. وفي سياق ذكر موقع سودان تربيون أن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو سيزور إنجمينا غدا الاثنين ليتناول مع محمد إدريس ديب الملفات الأمنية والسياسية وقضايا الحدود والإرهاب. أهلا بك مجددا أستاذ عاصم البلال. يعني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي يرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية ومدير المخابرات العسكرية، كيف تقرأ هذه الزيارة والقرض منها في هذا التوقيت؟ إذن هي زيارة استخباراتية ودبلوماسية. اصطحاب مدير المخابرات ووزير الخارجية يشير إلى دبلوماسية واستخبارية هذه الزيارة. وتشاد والسودان حدود مفتوحة، حدود متشابهة، بل حتى أنا الأوضاع في البلدية متشابهة جدا مع فارق التبديل في أنظمة الحكم. لكن الفترتين الانتقاليتين في الخرطوم وإنجمينا يتشابهان، ولعل ينطبق عليها قول شاعر: إن المصائب يجمعنا المصابين. ذات الظروف، ذات الاضطرابات الأمنية والأوجاع الاقتصادية وربما الخلافات السياسية، وإن كانت في الخرطوم أحد، إلا أن القواسم المشتركة التي تجمع بين السودان والتشاد ينبغي أن تخلق حدود للتجارة وللعمار وللنماء، لأنما الضرر الواقع من هذه الحدود مثبت حتى على أجندة المخابرات الرسمية والحركات المسلحة، أن الضرر الواقع على أمن البلدين من هذه الحدود المفتوحة مؤذي للاستقرار ولكل أوجه الحياة. ولك أن تعلم الوصول للعمق الشادي أو السوداني من كلا الدولتين المناطق الحدودية لا يستغرق بضعة دقائق في بعض الأحيان عبر الدراجات البخارية، حتى أن هذه الدراجات البخارية في فترة من الفترات كانت تشكل مهدد أمني كبير جدا. فالزيارة الآن أنا أعتقد الزيارة إلى تشاد لكأنما الفريق البرهان يزور إنجمينا أو الفاجر، لأن ما يربط بين الشعبين وما يستوجب التنسيق هو الأكبر وهو الأعمق. واتجاه السودان للغارة، لأن تشابه الظروف وتشابك الحدود وتشابك الوجود وتشابك القبائل وتداخل الأسواق قد يمضي إلى مواثيق مشتركة تلعب دورا كبيرا في تأمين الطرفين والدولتين. الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان وفد أمني، وبالتالي توقع البعض أن ربما هنالك مؤشرات لتوتر ما يمكن أن يحدث على الحدود مع تشاد في الحدود الغربية للسودان. هو سبب التوتر وجود حركات مسلحة، وإن انحسر بعد توقيع اتفاق سلام جوبا أقله من الجانب السوداني انحسر مد الحركات المسلحة، لكن تبقى هذه المنطقة مفتوحة لأن السلاح المخلف جرى حروب طويلة. هذه المنطقة من أقدارها أنها شهدت حروبات طويلة منذ أزمنة متعاقبة ومتتالية، وهي منطقة تغص بالسلاح بكل أسف شديد. وهنالك محاولات تمت في كلا البلدين لجمع السلاح، حتى من الرئيس الراحل ديبي الأب اتخذ تدابير صارمة وحاسمة لجمع السلاح تشاديا. وفي زمن الرئيس البشير النظام السابق أيضا جرت محاولات لجمع الأسلحة. فالمنطقة منطقة توتر لأسباب متعددة، واعتقد ان الاجراءات الامنيه قد تعين على حلول انيه، لكن الحل الامثل
وأنا دائما ما أنادي به وغيره إنشاء مناطق عمر، قرى، مناطق أسواق حرة. هناك منطقة أسواق حرة، والمنطقة تحتمل العديد من الأسواق وعديد من الأبراج، وهي مناطق يمكن أن تتم تنميتها حتى عبر أنظمة دولية فيما يعرف بنظام البوت. صعب جدا للدولتين بما هما عليه من فقر أن ينميا هذا الشريط بالمستوى اللائق، يمكن الاستعانة بالآخر، أصلا هذا الآخر طامع صحيح هذه الحدود الواسعة، فيمكن باتفاقيات ذكية بتنسيق مشترك يتم تعبير هذه المنطقة وتسد نوافذ خطر على البلدين ما بقيت الحياة. فلذلك مزالة الزيارات المتبادلة من هنا وهناك أنا أعتقد مزالة طبيعية، وليس الآن من طاري يستدعي هذه الزيارة، أعتقد هي زيارة في إطار تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين. نعم. أيضا أستاذ عاصم، يعني حسب ما ورد في الخبر وفي موقع سودان تربيون أن محمد حمدان دقلو أيضا سيزور تشاد غدا، وهذه المعلومات لم تؤكد بصورة صحيحة حتى الآن. أعتقد زيارة الأخ حميتي أيضا هي زيارة طبيعية وعلاقاته أعمق مع تشاد، وأصلا الرجل ينحدر من القرب، موقع الصراع وموقع النزاع، والفريق حمدان الآن يمتلك خبرات واسعة في مناطق النزاع المسلح وإقامة التسويات. فأنا أعتقد الزيارة هي التدعيم لهذه الزيارة، ليست مناقضة أو مناهضة. قد تكون هنالك ملفات موزعة في مجلس السيادة بين الأجهزة الأمنية بين وزارة الخارجية، وأعتقد أن الزيارة هذه تكميل لزيارة البرهان وليست زيارة مناقضة أو مناهضة. نتمناها أن تكون زيارة لتمتين العلاقة بين الدولتين الشقيقين. ننتقل معك أستاذ عاصم إلى صحيفة الصيحة التي تناولت التغيير، التحرك المصري يعمق الأزمة في السودان. وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان إصرار مصر على عقد ورشة دعت لها أطراف سودانية للمساهمة في حل الأزمة بأنها محاولة لخلق منبر جديد، وهو حسب قوله عمل يعمق الأزمة السياسية الناشبة في البلاد، كون المبادرة جاءت متأخرة من جهة، ولأن العملية السياسية التي بدأت بتوقيع الاتفاق الإطاري قطعت شوطا بعيدا وفي خواتمها الآن. جاء ذلك أستاذ عاصم يعني خلال الندوة أو ندوة ملتقى الإعلام والسياسة نحو ميثاق شرف للممارسة السياسية والإعلامية أمس. هل فعلا أستاذ عاصم يعني تجاوزت الحلول السياسية المبادرة المصرية كما ذكر محمد الفكي سليمان بأن المسائل المصرية تأخرت كثيرا؟ والأخ الفكي أشار إلى أن هنالك تعميق، والأزمة السودانية أصلا معمقة ووالغة في عمق الأزمات. المبادرة المصرية، وهذا مما ورد على لسان قنصل عام جمهورية مصر والذي أعلن التأييد للاتفاق الإطاري، وقال أن هذه محاولة لجمع الأطراف السودانية لتكسير الخلافات، لم يقل أن المبادرة بديل للاتفاق الإطاري، هذا ما قاله بالحرف ونشر على نطاق واسع أنها محاولة لتكسير قوة الخلافات. ولا يستطيع الأخ محمد الفكي أو غيره أن ينكر أن هنالك خلافات عميقة وشديدة بين أطراف الأزمة. فالتدخل المصري، أعتقد متى تتدخل مصر أو أي دولة من دول الجوار؟ الأخ الفكي وكتلته تعادي الآن الموقف المصري، بينما هنالك أطراف أخرى توالي وتؤيد الموقف المصري. فمسألة التعميق والقول عن التعميق ونسب الأمر لدولة جارة أنا أعتقد ليسوا من المصلحة. المصلحة تقتضي الآن أن تكون الأطراف على حتى على طرف واحد أو على مسافات واحدة حتى من الأطراف الخارجية، لأن السودان ليست بجزيرة معزولة كما تتدخل مصر. الآن ربما تتدخل إثيوبيا، وقبلها تدخلت أمريكا وتدخلت دول الخليج. أنا أعتقد مصر إن امتنعت يقال أن مصر لم تتدخل، لم تشارك. ومصر إن تدخلت، أنا هذا مما أرغبه، هنالك حساسية وهنالك صورة ذهنية سالبة تجاه التدخل المصري في الشأن السوداني، وهذا مما يحتاج إلى عمل كبير جدا من الشعبين قبل الحكومتين لتبديل وتغيير هذه الصورة. ففي مصر الآن ملايين السودانيين يعيشون هناك ويتمتعون، ولم نسمع شكاوى
تتحدث عن تفرقة أو معاملة سيئة، هذا غير العلاقات التاريخية، وليس هذا من وليس هذا من باب التمليس أو أو أو، لكن هذا واقع. فالتدخل المصري ما لم يقفل السودان بالضبة والمفتاح، التدخلات السياسية أمام كل الدول من حق أي طرف أن يتدخل. نحن أصبحنا سوقا، أصبحنا سوقا مشتركة، سوق حرة لا يستطيع الدلفقية وغيره. والسياسيين القائمون على الأمر الآن والعسكريون هم أسباب هذه التدخلات. أيضا أستاذ عاصم، يعني حملت الوكالات العالمية بيانا للخارجية الأمريكية قبل يوم من الوصول بلينكين للقاهرة، ذكر أن واشنطن تتعاون مع مصر لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان، وهذا ما توقعه مراقبون لدعم الأمريكي للمبادرة المصرية. كيف تنظر؟ أنظر إلى هذا كما يرفض ابن الفجيء التدخل المصري، عليه أن يرفض التدخل الأمريكي. أمريكا الآن تتدخل وتصدر البيانات، والآن أمريكا واضح أنها تدعم المبادرة المصرية بصورة أو أخرى، والمبادرة كما ورد على لسان أهلها أنها مبادرة لتكسير. الآن هنالك خلافات بين من وقعوا على الاتفاق الإطاري، دعك من الخلافات بينهم وبين أطراف أخرى مناوية ورافضة مطلقا، فهنالك خلافات تحتاج إلى من قوتها، فمن غير مصر أو دول الجوار. صحيح. ننتقل أستاذ عاصم إلى أخبار اليوم التي تناولت خبر للجنة المعلمين. أخبار اليوم: لجنة المعلمين تمدد إضرابها لأسبوع والمدارس الخاصة تؤكد استمرار الدراسة. قررت لجنة المعلمين مواصلة إغلاق المدارس لأسبوع، ومن ثم تقوم بتقييم الموقف لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأغلقت لجنة المعلمين المدارس لثلاثة أسابيع هذا الشهر عقب سلسلة من الاحتجاجات والإضراب عن العمل في سبيل تحقيق مطالبها، خاصة لزيادة الرواتب ورفع الإنفاق على التعليم في 25 من يناير. أستاذ عاصم، يعني إعلان لجنة المعلمين الاستمرار في الإضراب مجددا ربما خلق ربكة واسعة في اليوم الأول للدراسة في المدارس الحكومية، التقييم لما حدث اليوم؟ أتفق معك، وهذا الخبر يجتزئ من تقرير مطول أخطر ما فيه إفادات المعلمين في مراحل الأساس والمراحل التعليم الابتدائي، محزن للغاية عن تدني مستوى الطالب. الآن الطالب الذي ينبغي أن يلم ببعض أحرف العربية والإنجليزية وبعض العلوم الآن في وضع أكاديمي حرج للغاية. الأسباب تتعدد، ولا نحمل لجنة المعلمين المسؤولية، هي مسؤولية جماعية مشتركة. هؤلاء المعلمين يشكون من ضعف المرتبات، وهنالك وعود، هنالك تحركات من مجلس السيادة، تحركات من كذا من كذا لإثناء هؤلاء الأساتذة الكرام عن الإضراب، لأنه ثبت أن الإضراب ولو تحقق جزئيا يحدث ربكة وبلبلة كبيرة للغاية. فما بالك إضراب لجنة المعلمين بصورة أخرى نجح كما ورد في التقرير، نجح لتعطيل الدراسة ربما لغرابة الشهر، والشهر في قصبا على العام الدراسي القصير المكبل أصلا بمشاكل وأزمات ومصائب، نقص المعلمين، نقص الكتاب، هذه قضية استراتيجية، هذه قضية أمن قومي. الآن تضيع بين ترهات السياسيين وأخطالهم وخلافاتهم القمية حول كرسي الحكم، بينما البنية الأساسية التحتية للوطن الآن تتعرض للضياع والهلاك، تمر بأزمات كثيرة جدا. أستاذ عاصم، أيضا أستاذ عاصم، يعني كان هنالك اجتماع بين الفريق ياسر العطا ولجنة المعلمين ووزير المالية، وتم الاتفاق على تنفيذ مطالب المعلمين، وكان بالرغم ذلك تم الإعلان عن الاستمرار في الإضراب. وطبعا الآن مما يقال عن هذا الاجتماع أنه بعد أن انفض السامر هذه اللجنة طبعا متهمة. الآن كل اللجان التي تنشط في تقديم خدمات نقابية هي بمناوعة الحكومة الغايبة، مما يتردد أن هذه اللجنة، لجنة المعلمين، لجنة سياسية وتعمل على عرقلة الأداء الحكومي بصورة عامة. فيقال هذا مما يتردد في المجالس أن بعض الاجتماع بالعطاء ذهبت إلى أحد مغار الأحزاب الرافضة للوضع الحالي، وتم تأليب موقفها مجددا، وكما قيل أن قد تم تعريضها على عدم استئناف الدراسة. وهذا مما يقال، وسنظر على هذا المنوال ما لم هذا الاجتماع الذي تم
مع العطاء أن يتم مع كافة سائر القوى السياسية والمدنية في البلد حتى نستطيع أن نعزل بعض الخدمات وبعض الأنشطة الحيوية عن ممارسات سياسية، وكان هذا صعبا أن تفصل السياسة عن التعليم عن الصحة، لكن بات ملحا جدا أن نفصل هذه الملفات ونتعامل معها بحكمة. ولأننا الآن لو قمنا دولة مثلى سياسية سنجد حال التعليم الأساس في حال لن يرضاه حتى أعداء السودان وخصومه الألداء. فلذلك مطلوب الآن من هذه اللجنة الكريمة، وأنا أناشدها من عبر هذا المنبر، أن تبحث عن أي وسائل أخرى للضغط، وأعلم أنها ستعجز وستعين حيلة، لكن استمرار الأمر الآن ولاة الأمور يصرخون، حتى في المدارس الحكومية تدفع مساهمات. أيضا أستاذ عاصم، يعني هنالك رأي وقرار من ناحية أخرى، اتحاد المدارس الخاصة أعلن أنه مستمر في الدراسة ولن يستجيب مرة أخرى بأي عطلة غير رسمية. وهذه المصيبة الكبرى، ننقسم سياسيا وننقسم تعليميا وننقسم تربويا، هذه آفة كبرى، وهذه تولد تلك، ومصيبة تنتج مصيبة، وأزمة تنتج بلوى. طالما اختلف المعلم في السودان وقد اختلف السياسي، إلى أين نمضي وإلى أين نسير؟ المدارس الخاصة الآن تتضرر جدا، لأنها هي تقوم بإعداد ميزانيات محددة لآجال محدودة ومضروبة، واستلمت مبالغ على أقساط من الطلاب وأولياء الأمور، فالتوقف يضر جدا باقتصادياتها، لأن الحكومة في نفس الوقت لا يمكن لها أن تعقد، هل سيتم تأجيل العام الدراسي؟ هل مثلا الآن سيتم إحفاء المدارس الحكومية من امتحان النصف العام ويمنح الدرجات حتى ينتقلوا للمربع الآخر من العام الثاني حتى تتم المساواة؟ هل هذه عدالة؟ هل العدالة أن البعض قادر أن يدفع مالا ويقوم بتدريس ابنه، وآخر غير قادر ويسعى إلى مدارس حكومية بائسة جدا؟ فهل العدالة نتمنى أن يتم إلغاء الامتحان وتتم موالاة أو محسوبية أكاديمية على حساب المدارس الخاصة؟ هذه قضية تحتاج إلى دراسات عميقة، هذه القضية الآن أكبر من قضية الحكومة القائمة الآن، هذه قضايا البلد الأساسية التي كنا نتمنى أن ينقضي الانتقال بخيره وشره، وتأتينا حكومة منتخبة وتبت في عمر هذه البلد. هل هي بلد المعلم؟ هل هي بلد النظامي؟ هل هي بلد الوزير؟ من هو صاحب المقام الرفيع؟ حتى الهياكل، هل المرتبات تدفع بالدرجات الوظيفية العالية أم تدفع لمن يؤدي مهام عالية؟ أنت في هذا البرنامج هنالك من يؤدي مهام عالية جدا، أنا لا أود أن أخلق فتنة، لا بد الاهتمام ولو درجة وظيفية عالية، وهنالك من يبذل مجهودا خارقا، لكن درجة هيكل الأجور في السودان، وهذا رأي خبراء تم استجلابهم في ورش ونادوا بأن يكون المرتب على قدر المجهود، على قدر وقفة رجل هذه الكاميرا، نتمنى أن يضع المعلم الدرجة الوظيفية في أولى الدرجات والاهتمام الأكثر بالعملية التعليمية في السودان. آخر الموضوعات أستاذ عاصم، من صحيفة الانتباه، أمين حسن عمر الأمة قام على دعوة دينية وفي عهدكم يمالي جماعات علمانية، تصريح من حسن عمر. قال القيادي بالحركة الإسلامية أمين حسن عمر إن نصائح رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برما ناصر للحركة الإسلامية للمراجعة مقبولة. وذكر أمين في تدوين على فيسبوك أنهم منخرطون منذ مدة في محاسبات ومراجعات بالفعل، لكنه دعا رئيس الحزب الأمة القومي إلى أخذ المبدأ الأخذ بمبدأ المراجعات لتقليل التناقضات بين أقوال الحزب وأفعاله. أستاذ عاصم، يعني القيادي بحزب المؤتمر أو بالحركة الإسلامية أمين حسن عمر قبل نصيحة رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برما ناصر بإجراء مراجعات، لكنه بالمقابل طلب منه مراجعات بحزب الأمة لتقليل التناقضات بين أقواله وأفعال الحزب، كيف تنظر لهذه الجدلية بين الطرفين؟ والله ابتداءً أتفق معك أنها ترسي أدباً طيباً وجيداً في وجهات الاختلاف وجهات النظر، اللواء رجل سياسي محنك ورجل نظامي دليل وله مواقف طيبة، ومن الحكماء
الذين يعول عليهم، أطلق هذا التصريح ضد الحركة الإسلامية، فانبرأ له أحد قياداتها الشابة الدكتور أمين حسن عمر وناداه لا تأمرون الناس بأشياء وأنتم تأتون بها. الخلافات والتناقضات الآن تضرب كل الأحزاب. بعد أن رحل هذا الكبير هذا الضغط الإمام الصادق المهدي، لابد لمثل هذا الرحيل أن يحدث شرخا ليس في جسد حزب الأمة وروحه، بل في جسد أمة، لأنه كان رجل بمثابة أمة. حتى الحركة الإسلامية لما رحل عرابها أيضا عانت ما عانت، لكن المناداة بالمراجعة ليت كلنا نتبادل النصح في حدود الأدب والاحترام والتقدير. كلنا الآن بيوتنا من زجاج، ويجب أن نراعي متى ما خرجنا الكلمات، والكلمات كالحجارة أو أشد مضاضة وأشد سخانة. أيضا من تصريح أمين حسن عمر أستاذ عاصم، يعني قال حزب الأمة قال إنه قام على دعوة دينية والآن يمالي جماعات علمانية، تعليق. هذه كانت نظرة حزب الأمة، فعلا حزب الجهاد لا شك مطلقا في دينية هذا الحزب. وانتقالي للعمل السياسي، النبي عليه الصلاة والسلام انطلقت دعوته دينية ثم تحولت بصورة أخرى إلى سياسية. أنا أعتقد هذا لا يقسم من الحزب، وهذه ثم يجب على الحزب أن لا ينفيها، وشرف عليها أن يدعيه أنه بدأ دينيا وانخرط. الآن الدين الإسلامي دين متطلع، دين يحس على أن ينظر الإنسان بعقله، وهذا الدين المحمدي. أنا لما أقول المحمدي في إشارة للرسالة المحمدية، لم ينبني على المعجزات، انبنى على مخاطبة العقل. ومخاطبة العقل تقول أن الدين لوحده الآن دون إعمال العقل يصعب جدا أن تنقل به أفكار وروع، وأنت تعيش في عالم متشعب. الإمام الصادق المهدي كان رئيسا لمنبر الوسطية، منبر يضم كل أصحاب الأديان، واستطاع أن يبشر بطريقته وبأدبه بإسلامية المجتمع السوداني وبوسطية الرسالة الإسلامية. فأعتقد أن ابتداء حزب الأمة حزبا دينيا ثم انتقاله إلى حزب سياسي وإنقال والي جماعات علمانية، والعلمانية أنا لا أود أن أفتي فأقيم عليه الدنيا، لكن أرى أن هناك تلاعب بالألفاظ، علمانية والدولة صحيح. الدينية والدولة البوليسية و هي ألفاظ سياسيين وناشطين واقتصاديين وصحفيين يقيمون بها الدنيا ولا يبعدونها. والدنيا الآن تحتاج لقاعدة سودانية حتى تستمر الدراسة، إنهاء هذه التخلل، يتفقون على استمرار الدراسة. شكرا أستاذ عاصم البلال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على القراءات الموضوعية لصحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم، شكرا جزيلا. شكرا لك مصطفى. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، كانت هي إصدارة بعض الطبع لهذا اليوم. إلى أن نلتقي معكم ختاما، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.